أحسن الله إليكم من أسئلة السائل أبو بكر، يقول: أتيت يوم العيد كي أؤدي زكاة الفطر فلم أجد أحد من المساكين فرجعت بهذه الزكاة، فماذا أفعل الآن؟ هل علي إثم في هذه الحالة؟ يجب عليك إخراج صدقة الفطر ولو بعد يوم العيد ليكون هذا قضاء، لأنها دين في ذمتك، فيجب عليك المبادرة بإخراجها ودفعها للفقير، ويكون ذلك قضاء له. نعم.